سلام خوت كثير بخير صح لاباس كنت منه تكونوا بافضل حال. مرحبا بكم فيديو جديد عبر قناتكم تريدين عربيا، على القناه المختصه في نقل كل ما هو متعلق بالتريدين واخر اخبار. اليوم عندنا لكم شرح زوين زوين بزاف، هو الشرح ديال الفيبوناتشي والتقاطع ديالو مع سمارت موني كونسيبت، وكيفاش تعرفوا ترسموا الفيبوناتشي ديالكم، وكيفاش تلقاو الدخلات المناسبين. وعلى بركة الله قبل أن نبتدي لا تنسوا الاشتراك بقناتنا ليصلكم كل ما هو جديد، وعلى بركة الله نبتدي هذا الفيديو. فكما شرحت لكم اليوم قبل أمس، عفوا اعتذر، نذهب إلى الشرح. فكما شرحت لكم في الدورة ديال الآي سي تي، باش عارفوا أن الدورات داخلين، أنا سمارت موني والآي سي تي كيتداخلوا مع بعضياتهم بزاف. كنت البارح كنت شرحت لكم آي سي تي أن خاصكم ترسموا الأوردر بلوك وتقلبوا للبريكر. فكما كتشوفوا راه اللي تفرج في فيديو نهار الخميس، كنت لحقتو نهار الخميس والليل، تفرج في نهار الخميس وتفرج في نهار الجمعه في الصباح، راه داكشي اللي وقع في السوق نهار الجمعه، يعني كانت عنده دخله مناسبه، لا دخل فيها راه غيكون رباح ورباح ورباح بزاف ديال ارباح. كما كتشوفوا كنقول لكم انا ديما هادي قبل ما نرسموا الفيبوناتشي، قبل ما نهضروا على سمارت موني، غنوريكم ان الضغط ديال الاي سي تي، الاي سي تي راه مهمه، راه كنا شرحنا راه لحين دوره ما كيتفرجوا فيها تقريبا ما واصلينش 200 واحد، ولكن راه دوره مهمه. راه اللي كان تفرج في الفيديو ديال نهار الجمعه غيعرف الهضره ديالي اللي كنت قلت نهار الجمعه راه هي اللي وقعت في السوق نهار الجمعه. وبالنسبه للجروب ديال التليجرام غنلوحوا في سبوري في انستغرام، ماشي مشكل الجروب ديال التليجرام. فكما قلت لكم ها هو الاوردر بلوك كما كتشوفوا، فكما قلت لكم كتبعوا الشمعات ديال الرالي كما كتشوفوا، هذا شمعه بالخضر تبعوها ثلاث شمعات بالحمر، انا راسمو بالكحل باش كاين اللي كيسولني، تبعوها ثلاث شمعات بالكحل يعني ثلاث شمعات هابطين. هنا اوردر بلوك كما كتشوفوا، نجيو الاوردر بلوك ثاني كما كتشوفوا، ها هو المارشي كان هابط هابط هابط، من بعد دار لنا واحد الاوردر بلوك، ها هو دار لنا هنا تبعو ثلاث شمعات كحلين، ولكن الاوردر بلوك تهرس. دونك شنو الاوردر بلوك اللي غنرجعوا ليه دابا؟ غنرجعوا هذا الاوردر بلوك اللي كما كتشوفوا هنا راه هرس لي هذا الاوردر بلوك، دونك هذا ما بقاش عايش كيتعتبر الاوردر بلوك. دونك نمشيو نقلبوا على شي اوردر بلوك في التحت، لان حنا متوقعين ان المارشي غيزيد يهبط، فكما كتشوفوا المارشي راه هبط من 11400 ل 10400، يعني هبط خسر واحد 1000 نقطة. فكما قلت لكم الاوردر بلوك اللي كيجي من بعده هو هذا الاوردر بلوك، ها هو الدخلة ديالنا المناسبة فين غنلقاوها؟ غنرسمو الاوردر بلوك ديالنا ونمشيو نقلبوا عليها في الفريمات الصغار. الفريمات الصغار اللي كندوي لكم اليوم هما 15 دقيقة، هادو هما الفريمات الصغار. فكما كتشوفوا هذا هو الاوردر بلوك اللي راسمين 240 دقيقة، غنمشيو نقلبوا على بريكر الان. رسمنا الاوردر بلوك، دابا نمشيو نقلبوا على بريكر باش نلقاو الدخلة ديالنا المناسبة، واللي غتكون دخلة مضبوطة بالنقطة وبالفاصلة. فكما كتشوفوا في المارشي تحل، هادي 15 دقيقة تحل تحل تحل، الاوردر بلوك اللي راسمين حنا ها هو، كانت عندنا دخلة هنا في الصباح، هاهي دخلة في النهار اللي قبل، لأن قرب لينا في الاوردر بلوك، ما دخلناش ماشي مشكل، هنا ما كتكونش مغامرة. فكما كتشوفوا المارشي بقى غادي غادي غادي، ما دار لنا حتى شي حركة. إمتى غيدير الحركة؟ دار مع الجوج، لأن الحل ديال الجوج ديما المارشي خاصو يقصد شي بلاصة، يدي شي ليكويديتي عاد يشد طريقو. فكما كتشوفوا ها هو هنا، ها هو قاص لينا في الاوردر بلوك. واش كون لينا؟ كون لينا واحد الحاجة ما يدعى بالبريكر. ملي بان لينا البريكر دابا عطانا واحد الكونفيرماسيون ديال الدخلة، كونفيرماسيون ديال الدخلة، أننا غنتسناو المارشي يرجع يقاسينا في هاد البلايص وندخلو معاه. فكما كتشوفو المارشي هبط، هاهو راه هبط تاهو لديك التلاتة، إمتى غيرجع يقاسينا هاد البلاصة؟ رجع قاسينا مع ربعة ونص، دونك ربعة ونص هاهي الدخلة المناسبة كاع، الربعة، الربعة عطانا دخلة مناسبة. خلينا بريكر هنا او خلينا بريكر طلع الذهب الليكويديتي ديال لندن ما يخليهاش وراه، لان ضروري خاصو يهبط. وهنا عطانا الكونفيرماسيون، ضر هي الكونفيرماسيون ديال الدخله المزيانه لك، انك تدخل هنا ما تدخلش مع هذه، تدخل مع هنا وتحط ستوب لوز ديالك هنا. انا رسم لكم فيبوناتشي ورسم لكم ريسك ريورد باش تفهموا هادشي كامل، باش تفهموا ان صناع السوق والسيوله كيفاش كيقلبوا عليها. كيجي يطلع يدي الليكويديتي كما كتشوفوا، ها هو جد الليكويديتي، ومن بعد غيشد طريقو، لان حنا عارفين المارشي غيزيد طريقو هابط. وراه كما كتشوفوا هادي غير مانيبيليشن كما كتشوفوا، لان ديما كنقول لكم انا مورا 8 تعود راه كيكون ها صناع السوق والبريكر واللي بوت هما اللي كيطلعوا لك السوق، كيبقاو غادي يبيعوا واحد الجهه وصافي، لان كيطلعوا باش يرجعوا يبيعوا في الغلاء، لانهم هما باعوا هنا ورجعوا شراو هنا،
خاصهم يطلعوه هنا يرجعوا يبيعوا شويه عاد يرجع يصد الطريق للسوق ديالو. فكما قلت لكم شنو رسموا الفيبوناتشي باش تفهموا حتى الفيبوناتشي والدور ديالو المهم باش تفهموا. فكما كتشوفوا الفيبوناتشي كيختلف في الرسمه ديالو. لكن تي غتدخل بيع راه كتبداه من هنا مثلا فنديروا حنا ندخلوا مثلا حنا مع 12 كنحلوا في السوق. ها هي الفيبوناتشي كما كتشوفوا هاو هذا هو الفيبوناتشي كما كتشوفوا. فالفيبوناتشي على حساب الاي سي تي راه كيعطيك دخلات مناسبين دخلات مناسبين. فكما كتشوفوا حنا عارفين السوق بغى يطلع لان الجماعه ديما خاصو ينهب واحد الايجابيه راه كنا قلناها في تيليجرام. ولكن السوق راه الطلعه ديالو هايا راه كيولي الطلعه ديال السوق غتسد شوف حل مع شحال هايا اوبن فين حل وها فين سد. دونك السوق شنو دار على السوق طلع شرفنا احنا عارفين السوق يطلع ولكن السوق ضروري خاصو يضرب لك شي قمه ولا يضرب لك شي يضرب لك شي سوينغ هاي ولا شي سوينغ لو باش الله يسد طريقه. هادشي اللي وقع هانتم اللي غنرسمو الفيبوناتشي. فالكونفيرماسيو ديال الفيبوناتشي والدخله المناسبه ديال الفيبوناتشي كما كتشوفوا ها هو يضرب لنا 62% خلي لي هنا واحد الاوردر بلوك خلي لي عفوا واحد البريكر خلي لي هنا واحد البريكر خلي لي هنا واحد البريكر. دونك انا الا بغيت ندخل مثلا انا غنتبع معكم الدخلات المناسبين ديال النهار كامل. هذا منه تحليل ومنه تفهموا وتعرفوا علاش امتى خاصك تدخل وامتى ما خاصكش تدخل. فكما كتشوفوا ها هي حنا كنهضروا دابا حنا دابا يلا ساعدنا نقولوا تقريبا الوحده ونص. فالدخله المناسبه كما قلت لكم خاصك تنهي الفيبوناتشي يضرب لك 62%. فكما كتشوفوا خلى لك اوردر بلوك خلى لك اوردر بلوك خلى لك واحد الدوموند هنا كما كتشوف وجا خلى هنا قاس عليها مع التعود ديال الصباح وطلع طلع طلع طلع. دونك ما الحاله ديال السوق اش نتوقع السوق لان خاصنا كنتوقع هنا نهار الجمعه السوق يسد ايجابي ما يسدش سلبي. فاش نتوقع نتوقع انه غيجي يضرب لنا 62% ومن بعد غيشد طريقه لان هذه احسن دخلات 70% و 62%. علاش 70% و 62%؟ لانك كتكون قريب الاوردر بلوك مثلا كنتي قريب الاوردر بلوك وخصوصا لك الاوردر بلوك عندك 50% يعني حفظت الديسكاونت كما كتشوفوا في الاوردر بلوك كتحطو هنا عفوا بريكر. انا كنقول لكم بريكر اوردر بلوك اوردر بلوك راه في جماعات كبار وبريكر في جماعات صغار يعني باش ما نبقاو نختلفوا بزاف. فكما كتشوفوا مخلي لي بريكر هنا انا غندخل الدخله ديالي مع 62%. هذه هي الاستراتيجي ديال السمارت موني ديال الاي سي تي وديال الفيبوناتشي انك تلقى دخله مناسبه من الفيبوناتشي. الفيبوناتشي كيعطيك كونفيرماسيون باش تدخل فهو عطانا كونفيرماسيون جا ضرب لي 62% كما كتشوفوا. من بعد دار واحد الويك هاد الويك مع الخبر هذا كان شي خبر نهار الجمعه حتى ما غتدخلش مع الخبر مباشره غتسنى حتى تسد الشمعه ديال الخبر. فكما كتشوفوا الشمعه ديال الخبر سدت لي هنا ها هو الكونفيرماسيون حدا 62%. ستوب لوز ديالي فين غنحطها غنحطها مع الاوتور مع البريكر كما كتشوفوا هاي غنحط ستوب لوز ديالي هنا. ولكن افضل ستوب لوز ديالي هذا نقدر نحط انا مع البريكر الاول ها هو البريكر الاول كما كتشوفوا. فالخسارة شحال غتكون من نقطة تقريبا 50 نقطة كما كتشوف هاي دخلة من هنا وتحط انت مع الراس ديال البريكر هاي 50 نقطة. فكما كتشوفوا ان البرايس هبط 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 بشمعة كبيرة وما قاس الاوردر بلوك. هذا الناس اللي كيبغيو هولدين ولكن انها يعني 62% راه الماشي ما رجعش عليه كما كتشوف. سنينا الشمعة ديال الخبر سدات ضرب لي 62% عطاني الكونفيرماسيون ستوب لوز ديال المثالي انني نحطها هنا ونتسنى الماشي فين غيمشي. وكما كتشوفوا شحال عطاني من نقطة راه عطاني 200 نقطة. انا نرسم لكم ريسك ريورد باش تتبعوا معايا وتفهموا معايا الامور كاملة لان الامور خاصها شوية تركيز. كنعتذر على الصوت صراحة مع الجيران ديالنا مصدعين هاد الايامات الله يهديهم علينا الله يهديهم علينا كما كنقول لكم. فنمشيو نرسمو ريسك ريورد ريسك ريورد ريسك ريورد هذيك هي ستوب لوز ديالك كتحطها مع الاوردر بلوك مع البريكر مع السابلا مع الدوموند مع السيبورت غتحطها هنا وغتدي لها بحال هكا وتحسب لها. فكما كتشوفوا راه هامش ربح كبير. انت اصلا غتخرج مع هاد القضية تخرج هنا احسن دخل عندك هي تخرج مع القمة هادي هاي اللي كاينة في النهار اللي قبل هادي احسن دخل مبقاش مولدي بزاف. فكما كتشوفوا ستوب لوز ديالك راه قريبة كما كتشوفوا انت غتحط ستوب لوز ديالك هنا
فانت دخلتي هنا شحال هامش الخساره ديالك اللي خلاص تخسر. هامش الخساره كما كتشوفوا كتجي هاد الرولر وكتحسب لها الهامش الخساره. دخلتي تدخل مثلا هنا انت كاع مع 62% فالخساره هي 91 دولار كونترا ميكرو. انا ديما كنقول لكم دخلوا 3 ميكرو ولا ماكسيموم 5 ميكرو. فخمسة بخمسة ميكرو يلا غتخسر 450 دولار، ولكن الهامش الربح شحال؟ مشيو نحسبوا هامش الربح باش تعرفوا ان الدخلات مع الفيبوناتشي راه كيكون فيهم واحد الكونفيرماسيون كبيره. ملي كتلاقي سمارت موني مع الفيبوناتشي راه كتكون عندك دخله مثاليه كما كتشوفوا ف 202 دولار، يعني ريسك ريورد واحد على جوج ومضمونه، عندك مضمونه يعني وكو خمسه كونترا ميكرو تخرج 1000 دولار، 1000 دولار والصرف. فهذا هو العمل، هذه هي الخدمه اللي بغى يخدم راه حنا كنشرحوا لكم باش تخدموا. اللي باغي شي حاجه اخرى، اللي كيبغي شي تخربيق اخر، ما هادشي اللي كاين. شي درس، هذا درس مهم كيفاش تستعمل الفيبوناتشي، كيفاش تستعمل الريسك ريورد ديالك. ونزيدكم راه كاينه دخله اخرى عاوتاني ودخلوها في البيع ماشي في الشراء، غادي ترسم الفيبوناتشي عفوا شنو نحيدو الفيبوناتشي. فكما كتشوفوا هذا الريسك ريورد. دابا الا بغيتي دير فيبوناتشي مره اخرى غادي ترسمو على النهار كامل، على النهار كامل وغتقلب على الدخله ديالك المثاليه. فكما كتشوفوا فيبوناتشي غنجيو نرسمو على النهار كامل، كانت هي اعلى قمه. راه كما كتشوفوا راه بالنقطه وبالفاصله. فكما كتشوفوا هو المارشي هبط 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 هبط. فين مشى ليا؟ مشى ليا 79%. انا امتى نقول لكم الدخلات؟ دخلت ماشي دخله مع 62%، لان حنا عارفين المارشي باغي يطلع، حنا عارفين المارشي نهار تما. انا راه الجروب ديال التليجرام اللي كيسولني، راه الجروب ديال التليجرام كنلوحوا فيه النصائح على النهار كيفاش تداولوا فيه، واش تدخلوا بيع ولا تدخلوا شراء. فهادشي مفيد ومفيد جدا. فكما كتشوفوا ها الفيبوناتشي رسمناه، فملي رسمنا الفيبوناتشي ها هو رسمناه، إمتى عطينا الدخلة؟ عطاني الدخلة 62%. شنو جا؟ هو جا 62%، هبط ليا، خلى ليا بريميم، هبط ليا الديسكاونت، ضرب ليا في 62%. اش عطاني دابا؟ عطاني دخلة أنني ندخل شرا. و تا رسمنا الريسك ريورد، دابا غيبان لك الريسك ريورد رابح رابح ربح كبير جدا. نمشيو نرسمو الريسك ريورد و نحسبو ليكم هامش الخسارة و نهيو الفيديو. فكما كتشوفو هاهي عطاني دخلة فهاش في 62%، مغندخلش أنا مع الشمعة لي طالعة. غنتسنى فيها لقيت ليه 62%، كما كتشوف ها وقعت ليه 62%. امتى غنخرج عاوتاني مع الاوضر بروكر؟ كما كتشوفو المارشي راه مهبطش، راه معطانيش. غنجي ندخل انا من هنا ها الريسك ريورد ديال عفوا 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 كما كتشوفو الريسك ريورد ديالي هي البلاصة ديال الخسارة ديالي. بلاتي عفوا نصمو بشكل افضل لان هادي كما قلت لكم شنو نرسمو الريسك ريورد ديالنا بطريقة مثالية. فكما كتشوفو كنجيو نديرو بحال هكا، فهادي هي الهامش الخسارة ديالي من هنا لهنا، يعني تقريبا ندخل في 11880 ونخرج في 11000، يعني 50 نقطة. ولكن التارجت ديالي راه 100 نقطة، كما كنقول لكم التارجت 100 نقطة، لأن دابا مغتخرجش مع هادي، مبقاش تخرج مع هادي، غتخرج مع هادي، دونك كيولي عندك ربح كبير. كان هذا فيديو بسيط على الفيبوناتشي على السمارت موني كونسيبت. نتلاقاو فيديو جديد ودمتم بألف خير، ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا.